خلينا نروح إلى خبر برضو النهاردة الحقيقة، يعني ناس كتيرة جدا وقفت عنده، وهو من الأخبار الحقيقة اللي أنا طول الوقت بقول كده حاجات لما بتشوفها لا يمكن إلا أن ينطق لسانك بذكر الله وتسبيح الله سبحانه وتعالى وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صورة النهاردة الحقيقة يعني لها العجب حقيقي، قدرة ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا قال للشيء كن فيكون. حضراتكم عارفين انه بيبقى احيانا في مثلا، هنفهم برضو التفاصيل من الناحيه العلميه، احنا بنتكلم دلوقتي بصفه عامه كده، بيبقى احيانا في ام حامل في توأم، فبيبقى في بويضتين، فاحيانا بيحصل انه بويضه بتلتهم بويضه او بويضه بتبلع بويضه. فاللي حصل انه في جنين طفله اتولدت، او يعني جنين اتولد حامل في بويضه اخرى. دي الصورة النهاردة اللي هزتنا، والحقيقة مجموعة الصور اللي بنعرضها دلوقتي دي خاصة لينا في مساء دريم من الفريق الطبي في قسم جراحة الأطفال في مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط. امبارح الخميس الحقيقة نجحوا في استئصال جنين كان غير مكتمل من داخل، بقى مش بطن أم، لا من داخل بطن الرضيعة اللي عمرها لا يتجاوز 10 أيام. مستشفى الأطفال الجامعي الحقيقة في أسيوط كانت استقبلت الرضيعة وعد عمرها كان 10 أيام تقريبا بالظبط، وجواها جنين غير مكتمل. فالحقيقة ان احنا سبحان الله كنا بنقول انه يعني رضيعة حامل لانه جواها جنين زي ما بقول لحضراتكم غير مكتمل. خلونا طبعا دي صورة الفريق الطبي اللي اجرى هذه العملية. احنا الحقيقة عندنا اطباء في مصر يعني بارك الله فيهم، وعندنا فرقة طبية هايلة الحقيقة. يعني لو احنا كتير بنشتكي ونقول الدكتور مهمل ولا الدكتور نسي فوطة في بطن مريض ولا معرفش ايه، الحقيقة احنا على الجانب الاخر لدينا نماذج واطباء وفرق طبية يعني ربنا يبارك فيهم الحقيقة على مستوى عالي جدا من المهنية والمهارة. معانا هاتفيا الدكتور محمد عبد القادر عثمان، استاذ جراحة الاطفال بمستشفى الاطفال الجامعي. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور محمد. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني اولا يعني مبروك هذه الجراحه، واعتقد انه هي جراحه ممكن يعني بالنسبه لنا احنا مثلا اول مره نشوفها او نسمع عن حاله زي كده. اتخضينا لما سمعنا كلمه انه رضيعه اتولدت بقى لها 10 ايام حامل في جنين غير مكتمل. فاستاذن حضرتك يا دكتور بقى تشرح لنا ايه اللي حصل ولما جات لكم الرضيعه، ويعني اشرح لي كده التفاصيل يا دكتور من فضلك. ايوه هي الحالات دي من الحالات النادرة فعلا، بتبقى نسبة لا تتعدى 1 في المليون، وبتبقى يعني يمكن عدد الحالات على مستوى العالم حالات قليلة. بيجي المريض بيشتكي أو الطفلة بتشتكي أو الطفل عموما الجنين بيشتكي بوجود ورم في البطن. فالطفلة وعد كانت من هذا القبيل اللي هو بيشتكي من ورم في البطن، واستقبل الحالة المدرس المساعد محمد حمادة عندنا في الوحدة وتعامل معها، وبعد الفحوصات تبين وجود جنين في أحشاء هذه الطفلة الرضيعة. تعاملنا معها ودخلناها وحدة المبتسرين الملحقة بمستشفى الأطفال الجامعي، وتمت الفحوصات والأشعاعات، وأخذ قرار بإجراء عملية مستعجلة نظرا لوجود هذا الجسم الغريب في بطن الطفلة الرضيعة. هذا ما تم استخراجه يا فندم، احنا بنعرضه على الشاشة دلوقتي، ده الجنين الغير مكتمل. الجنين ده طبعا جنين، يعني هو القصة حضرتك انه زي ما قلت حضرتك في التفسير الصح كده، انه بيبقى توأم، التوأم ده مشترك في مشيمة واحدة بيتغذى بشريان واحد، وبعد كده بيبدا فيهم واحد ضعيف والاخر قوي شويه. الجنين القوي ده هو في اثناء النمو بيحصل التواء، ده طبيعي، اي جنين او اي بويضه في التكوين بتاعها بتلتوي، فاثناء هذا الالتواء لقت جنبها الضعيف فاحتوتها جواها من جوه داخلها من جوه الاحشاء. البويضه لقت البويضه الثانيه ضعيفه؟ مش احنا هنا عدينا مرحله البويضه، هما الاثنين بينموا نفس النمو، بس تمام. واحد بيبقى ضعيف وواحد بيبقى قوي. هو الجنين في داخل بطن امه بيحصل له التواء مراحل تكوينيه عاديه. ففي جسم موجود جنبه حاوط هذا الجسم الغريب اللي هو بالنسبه له، فدخل جواه من كل الانحاء.
يعني عمل له انجلفنج يعني يعني من كل نواحي. تمام. فكل الجنين ده برضو المفروض بينمو، هذا الجنين الداخلي بينمو، والجنين الطبيعي الذي يحيط بالجنين الداخلي بينمو، لكن الجنين الداخلي ده نظرا لظروف احتباسه ونظرا لظروف انه ما واخدش فرصته، لا ياخد فرصته في النمو، فيتوقف النمو لفتره معينه، يعني ينمو لفتره معينه ثم يتوقف النمو بتاعه. سبحان الله سبحان الله. مين يا دكتور مع حضرتك كان من الفرق، يعني من الفريق الطبي؟ يعني حضرتك كنت واعتقد الدكتور محمد حماده. الدكتور محمد حماده الدكروني مدرس مساعد جراحه الاطفال. أيوة. وكان معانا الاستاذ الدكتور محمد فتحي استاذ التخدير، والدكتور عمرو ثابت استاذ مدرس مساعد تخدير، وستاف الحكيمات بقياده مس امنه. وفي دكتوره مهمه نسيت اسمها، اسمها منى لو سمحت. والدكتوره منى، والدكتوره منى، الدكتوره منى. لا ما ننساش الاسم ده يا دكتور لو سمحت. لا انا الدكتوره منى. دكتوره منى طلاب بكري. تمام. نعم 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 صحيح صحيح. تمام. الحاله دي يا دكتور واحد في المليون. نعم. طيب صحه الام ايه دلوقتي وصحه الرضيعه ايه؟ هي صحه الرضيعه الحمد لله في صحه جيده، وبنتابع حالتها ببعض الفحوصات الدلائل الدمويه اللي بتقول ان صحتها كويسه الحمد لله. وان شاء الله ممكن تخرج بعد خلال اسبوع باذن الله تعالى من وحده المبتشرين باذن الله ان شاء الله. هي يعني عارفه حضرتك الحالات دي نادره جدا، بس فضل الله يعني في جامعه اسيوط وقسم جراحه الاطفال في اسيوط يعني بنعمل شغل كويس قوي. وانا عملت حاله قبل كده من 10 سنين تقريبا، كان طفل ولد داخله جنين برضه، طفل ولد برضه وجواه جنين. وجواه جنين. سبحان الله. وبعدين وعملت نفس العمليه؟ نعم. تمت له عمليه والحمد لله دلوقتي ولد كويس قوي الحمد لله يعني. طب يبقى دي 2 في المليون بقى يا دكتور مش 1 في المليون. ما هو حظنا احنا بقى في مصر هو العدد ده، وهنعمل بيه ان شاء الله يعني بحث عالمي ان شاء الله وننشره في مجله عالميه باذن الله تعالى. باذن الله يا دكتور ده يبقى يعني شرف وفخر لينا ان لدينا هذه الـ يعني الكفاءات في الفرقه الطبيه في مصر. بشكر حضرتك جزيل الله يخليك حضرتك يا فندم. حضرتك وكل الفريق الطبي والدكتوره منى، كل الفريق الطبي والتمريض، والف حمد لله على سلامه الام. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيمة، صدق الله العظيم. ويخلق التوأم في بطن الأم، ويخلق ثلاث توائم، وبويضة تحتوي بويضة تانية. ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. يعني احنا من الناس المؤمنين. الطب طبعا تطور والعلم تطور جدا، بس كله في النهاية بإذن الله تعالى. لو حصل ايه وربنا مش هو اللي قايل الشيء كن فيكون ما بيحصلش. سبحان الله. في